يقول السائل: حلفت كذبا على عمل معين إذا عملت خلافه، ثم استغفرت الله وتبت إليه وصمت 3 أيام. سؤالي: هل علي شيء آخر، وخاصة أني أريد الحج إن شاء الله؟ إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم فعلته فإنه تجب عليك الكفارة، والكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب. تخيير بين 3 أشياء، وهي عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين. هذه على التخيير، أي واحدة فعلتها تكفي. فإذا لم تجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق، فإنك تصوم 3 أيام. قوله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا على التخيير، لأن أو هنا للتخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد، ما هو الصيام على طول وانت تقدر على الإطعام أو على الكسوة أو على العتق. الصيام مرحلة أخيرة. إذا لم تجد شيئا من هذه 3 فإنك تصوم 3 أيام، ولا مانع من الحج. تحج، تكفر عن يمينك وتحج، ما في مانع.